أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمناقشة إجراءات وضع سقف للاستثمارات العامة، وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يهدف لتفعيل دور لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة، والتي تتولى تجميع بيانات الخطط الاستثمارية لكافة جهات الدولة بما في ذلك الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة أو التي تسهم بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها، والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة تريليون جنيه. التقى وزير الخارجية سامح شكري رئيس منتدى الضلفي الاقتصادي، وذلك خلال زيارته أثينا الحالية. وأوضحت وزارة الخارجية لأن اللقاء تناول تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان وتفعيل مجلس الأعمال المصري اليوناني، إلى جانب دعوة الجانب اليوناني للمشاركة في مؤتمر الاستثمار في مصر. شهد وزير البترول طارق الملا انطلاق فعاليات المناورة العملية لمحاكاة مكافحة تلوث بحريا بالمواد البترولية بميناء الحمراء بالعلمين الجديدة، وأكد الملا أن صناعة البترول والغاز الطبيعي تلتزم بتحقيق أعلى معايير التوافق البيئية. استطعنا الفترة الأخيرة أن احنا يبقى عندنا شركات عالمية كبرى تأخذ مناطق امتياز للحفر والبحث والاستكشاف، وكان منها على سبيل المثال شركة إكسون موبيل، والحقيقة هم هيبتدوا يحفروا أول بئر استكشافي لهم في قبل نهاية هذا العام، واستعدادا لذلك طبعا وإحساس بالمسؤولية المشتركة من ناحيتهم ومن ناحيتنا فيما يتعلق بالأعمال في البحر الأبيض المتوسط، وكيف يمكن في حال وقوع أي تلوث للزيت في البحر يجب أن يكون يتعمل خطط للطوارئ وخطط لمكافحة هذا التلوث. إلى أسواق المال، حيث تبين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.84 تريليون مليار جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 32% ليغلق عند مستوى 27228 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 65% ليغلق عند مستوى 5925 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 27% ليغلق عند مستوى 8558 نقطة. أكد صندوق النقد الدولي أن الإمارات تشهد نمواً اقتصادياً قوياً، وتوقع الصندوق في أحدث تقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات توقع ارتفاعه بنحو 4% هذا العام. وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في الإمارات واسع النطاق ومدعوم بنشاط محلي قوي في قطاعات مثل السياحة والبناء والخدمات المالية.